شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراها. قولي عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش قولي. ابدا والله انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعت البيت بتاعت التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي، بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا، فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه، كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطة بصورة العمارة على الأرض، واللي بيجي بيدفع واهو من دقن وفتله. خرب بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا مسوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومة شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا. هو استاذ. اللي عليا هيبقى ورايا. اللي معايا هيبقى معايا. اللي عليا هيبقى ورايا. محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا. اللي عليا الايام جايه مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى. انا قلبي قادر ابقى اي حد. انا عالي زي الجبال. اوعى. اطرخ يمين. الله. هيما فين يا سوك؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ انا مش قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاء سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي الصبح سلومه الكلب اخد الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانت مش عارفك يا كورة، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص، البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقف لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاك. يا دي نصيب عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك ايه يا ابراهيم، انا خلاص، انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا اهلا وسهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا رجوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه قزوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي؟ وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من قيس ولا ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفهيس؟ ما تتكلم يا ابراهيم. بقول لك ايه يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسابك تبرطه، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه، وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه بقى الحكايه كده. كل واحد يعرف واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك. استني انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه بصراحه يا متر، هو ورا القضيه كله كان عند محامي تاني. هي كانت عند الدكتور نادر عالم الدين، بس هو عنده ظروف فاحنا قلنا نلجا لمحامي تاني. انا محترم وقدر صلاحيتكم، بس دي قضيه صعبه، انا محتاج شويه وقت عشان ادرسها وارد عليكم هقبلها ولا لا. بس يعني كده حضرتك هتاخرنا. انتوا عارفين ده موسم قضايا الكبار اللي في البلد، واحنا كلنا خمس محامين اللي القضايا اللي من النوع ده بتروح لهم، فالدنيا زحمه شويه. طب يعني ممكن حضرتك تحدد لنا ميعاد؟ لو كنت هقبلها ممكن اتاخر شويه، ولو مش هقدر هتلاقوني برد عليكم بسرعه، وخصوصا انكم اتاخرتوا على ما جيتولي، والحكم ضد المتهمه هيصدر قريب. احنا متشكرين قوي يا استاذ، عن اذنك. خلاص يا عم وهدان،
اخوك طاعون خارج كبدك تحت جناحه وبعونه هم الجوز جاك طاعون. ياد يا نسر ياد، ده انتوا ولادي اللي ما لمستش امهم، هي بس المصلحه رشقت علينا جت كده نقول لها لا. طب بس رشقت على الضيق، دب ايدك ووسعها شويه، ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا. طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش. انت ياد قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور. ياد عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش، وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي النسر. يا نسر ايه المدام؟ يا ريت عملي لسه. ايوه نوال. ايه يا واد الدخله الناشفه دي؟ وحشتني. ملياش حق توحشني يعني، ده احنا كنا ولا المتجوزين. هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال. عاوزه ايه؟ عاوز منك ايه يا هيم؟ ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده؟ وحشتني، عاوز اشوفك. وانت ما وحشتنيش، ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت. جرى ايه يا هيما؟ هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت؟ سلام يا نوال، انا مش فاضيلك. سلام. ومش فاضيلي ليه؟ وراك ايه يعني اهم مني؟ قلت لي عاوز اقابلك وانا قلت لا. هنحكي في ايه تاني؟ وانا احكي معاك ليه؟ انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها، وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره. يعني ايه يا نوال؟ يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني. انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك. امين امين. ايوه كده. يا نهار اسود، كل دي مسجات وانا قافل الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، انت مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى. سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له، انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ قادر اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع، انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع، ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جد هام دهنيه؟ اهدى بس يا شيخ جاسم. وخري انت الثانيه. اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى حرام عليك، كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع، انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس، اهدى وتعالى اقعد، اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس، اهدى، اهدى وتعالى اقعد، تعالى اقعد. ما تفهمنيش انت بتسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك، تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره. بس يا نجوان، لا 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 لا، ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين؟ فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل.
شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كستاني بسرعة. شكرا. انا عارف انك مستغربه المكان هنا شويه، يعني اكيد عشت بره مصر ومش واخد على الاماكن هنا، بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي. انا باجي كتير انا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف حلو قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص، او ما اقعد على ترابيزه تانية ولا ايه؟ لا لا ازاي، لا لا مفيش حاجه خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه، ده انا لسه ما خلصتش الجمله. حبيبي انا قلت اطمن عليك، عامل ايه مع المزه البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي ايه، انا بتاع كل الاوقات، انا جنبك اساسا وداخل عليك، اطلب لي اكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياه امي جايلك. سلام. معلش يا ستي، واحد صاحبي مجنون شويه. المهم انت عامله ايه؟ كويسه قوي كويسه. طب قولي لي بقى، تحبي اكلمك انا عن نفسي ولا تكلميني انت عن نفسك؟ لا ابتدي انت الاول. لا سامعك. انا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سالتيني ايه اكتر مهنه بتكرهها في الدنيا هقول لك هي شغلانه المباحث. ازاي يعني؟ والدي كان لواء شرطه متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخليه، وكان وقته كله للشغل، وطبعا بقى بقيت السيناريو انت عارفاه، اجبرني ان انا ادخل كليه الشرطه، ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، تفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطة ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلتلك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلتلك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقة خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعك وخدت جوايز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهة. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. عايزة ترد رد. لا لا مش مشكلة، تفضل كمل بسمعك. بس يا ستي، وانا ما اعرفش ابقى في حاجة وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطة ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلتلك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلتلك هتضحكي؟ لا مش قصدي، معلش بس يعني مش لايقة خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعك وخدت جوايز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعة التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهة. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه، مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقول لك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي، عن اذنك. لولو. اوكي براحتك. لا واو جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعه كوكايين زياده، بس الحمد لله ربنا سترها. انا ما رضيتش ابلغ الشرطه، بس حاولوا تعالجوها. اكيد يا دكتور، مش هنسيبها كده. انا عارف حضرتك، انت تقريبا المحامي نادر عالم الدين، صح؟ صح. انا دايما بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. حضرتك طبعا عارف خطوره حاله الانسه، ايا كانت علاقتك بيها ما ينفعش تسيبها كده. اوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا؟ مش مظبوطه ليه؟
انت ما بقتش عايزني يا ابراهيم؟ ما بقتش عايزك ازاي؟ والله ما اعرفش. شوف انت ايه؟ خلاص اللعبه البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بايدك ادمت وبقيت عايز لعبه جديده؟ زهقت ايه ولعبه ايه؟ انا كبرت على الهبل ده يا استا كوريا. انت كبرت عليا انا يا كبداكي. نفسيتك عليت وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبه اغلى واكبر من اللي في ايدك، بقيت مسترخصني راكنني على الرف، تقول اهي مرميه وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني؟ انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ اه هي دي الفايده بقى. تمام زهقت مني يعني. ماشي سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره، عيل جديد ولسه جاي الحاره من بلدهم وخطبت كوريا. كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق، بعد كده لما تقعدي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيمه تعالى نخرج نتخانق. ماشي حاضر يا هيمه. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانه عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضل. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيمه. امين نتجوز يا كبدكي؟ نتجوز نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيمه، لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوة وهادية وبتتكلم زي أي واحدة مثقفة، بصراحة ما فيهاش عيب غير موضوع العباية ده، ودي سهلة ممكن تقلعها وتبقى تلبس أي حاجة تانية، بس هو اسم جمالات ده بصراحة مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكلة مش في الاسم، المشكلة في المنطقة. أنا ما ينفعش علاء بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخلية يصوم يصوم ويفطر على بطن البقرة. ما تبقاش قوي كده برضه قالوا له. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا. انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى قرفني. كل شويه هسحب القضيه منك، هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقيتها عليه، وهي دي اللي هتجيب من الاخر. انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده، هتلاقي لك هناك مثلا 3 قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. لا صحيح يا حبيبي. هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبت. يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي، عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه الاتنين مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر، ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش انت عملت ايه بالظبط. انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنة سكر 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل. هو طبعا افتكر انه ضربني على قفايا. قمت رايح لشركه تامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب ثانيه تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا. وقمنا مرجعينه لاصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا مسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر هيلاقيها مسكره.
يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التأمين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاكم مش ضدك، ولا كنت ضحكت عليا، بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها. انت ورق العنب ولا انت يا نسبه نوال؟ قومي فزي في يا راجل. انت ما تستبح على الصبح، انت مفتح عينك تتشاكل؟ هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعده اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرش الجوزه وتقلب عليه الاغراب وتبت السر وما بينهم، ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الازرق من اوله. مالك يا سلومه؟ سر ايه واغراب ايه؟ انت اتهبلت يا راجل انت؟ انا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه. اقول معلش وليها غلبانه، ربنا حرمها من الخلفه، ما يبقاش انت والزمن عليها. لكن لما توصل بيك الحال انك تلفي على العماره كلها وتقولي للسكان ان المعلم سلومه صرف فلوسكم كده، تبقى انت مره ناقصه، وعلى راي المثل بناقص الناقص. انا مالي؟ انا ما قلتش حاجه. لا قلتي، انت عارفه كل حاجه. ايوه قلت. هو انت لسه شفت حاجه؟ دي نغزه صغيره كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا. يا مي ولالي بنت خلاص، مالكيش عايش معايا. الراجل يا وليه يستحمل الوليه النكديه، الوليه الكدابه، الوليه اللي ايديها مخرومه، لكن الوليه لمؤاخذه الخاينه ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس. يعني تحمد وتشكر، مش تقولي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل باصلي معك، انا مش هكرش كده قدام الناس ولا ما يشواش. لا سكت كده، لم حاجتك يا بنت الناس، اجيب الليل ملاكيش وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على داير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبة يا ولا. لحس الشندوتش يا ولا، بتغرقه ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتراء؟ الافتراء اللي انت بتعمله ده هو الله. الشندوتش الكبده فيه مبظبظه، هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانه كده اهوت، وطلع على لحم بطني يعني. صباح الفل يا سوق. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق والله. شارده وعمال ادور عليها. تبع الرجاله مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟ البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجه يا كوريا، عماله تمرجحني، شويه تطلعني فوق وشويه تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقول لك ايه يا سوق، البت هاجر دي بت نظيفه وشبهك، امسك فيها بايديك واسنان. متبت فيها لغايه ما دراعي اتخدنت واسناني قربت تقع. يا سلام، انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هات يا ولد السندوتشات يا ولد. خد يا ولد. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هات يا ولد. اتفضلي. اعمل لي يا ابني سندوتشين، انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ والواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق؟ ولا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني. النبي انت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تجدي. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق؟ اقول لك حاجه؟ طب 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 والنعمه دي وحياه ربك انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقعد في صحن. سلام. كوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا خليلك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي، انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي عليه. هيرد عليا؟ يرد. ادوس فيلم كده هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟
هو انت لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه انت طايقاه ازاي اصلا. يو بتحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وهيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيالي. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي، هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه؟ ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب، سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعت المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البنت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه؟ انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا هنهي حوار مع بنت الكئيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه؟ هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول البرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله، انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتدفاتر تنقرة. انا مش واحدة لما اخذة تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي، انا مشيت معاك تتاتاتك عشان حبيتك، لكن انا واحدة بتسيناس ومحترمة. لا وبصراحة مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمة وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش، وزي حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبة هنخرج بالسرسبة، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي، ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرح. انت يا بنت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللي في جسمه وعد له الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره وغيره وغيره. يا نوال ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قد. يلا يا عم تعالوا نغور من الحته النكسه دي. ماشي يا اخويا، احاسب وحصلك. معلش يا نوال، ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما الرجاله كده جنس كلب، يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي خلاص بقى، خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. نجوان موبايلك بيرن، اديتي نمرتك لحد؟ نوجا مصر. الو، هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو الشيف ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن